إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الذكر أيسر العبادات لتحقيق سر الحياة، لا بد من تحقيق مقام العبودية لله. مهما كان هذا الإنسان صغيراً كبيراً، رجلاً أو امرأة، غنياً فقيراً، مهما كان، أمر شرعاً بتحقيق سر الوجود، وإلا فلا سر في حياته ولا قيمة لوجوده. الذاريات، الآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول وما أرسل، سورة الأنبياء الآية 25، وما أرسلنا من قبلك من رسول، إشارة إلى وحدة النبوات، إلى وحدة الرسالات في هذا الأصل الأصيل، وهو التوحيد الخالص، وهو ما جاء به النبيون والمرسلون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة إذن سر الوجود، والعبادة صنفان: الأول العبادة الخاصة التي وردت فيها نصوص في الوحيين أو في أحدهما، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، وقوله تعالى: وآتوا الزكاة، الصيام، وقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. عبادة التدبر والتأمل والتفكر، وفي قوله تعالى في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي سورة آل عمران: قل سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن هذه عبادة من العبادات، عبادة التأمل والنظر والتدبر. القرآن الكريم إذا تلاه الإنسان فهو مأجور، ولكن إذا تلاه وتدبر يحصل على أجرين: أجر التلاوة، أجر القراءة، وأجر التدبر. هذه عبادة، ولكن هناك عبادة أخرى، نوع آخر، فسيح. هذا المفهوم الواسع يدفعنا إلى أن نؤمن بأن كل حركاتنا وسكناتنا في هذا الوجود
إذا كانت موصولة بالنية بالله خالق الوجود فالأجر ثابت. قال الله تعالى في سورة التوبة في الآية الخامسة بعد المئة الأولى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. العمل هنا لا ينصرف إلى العبادات فقط أو إلى أعمال الآخرة، بل العمل يستغرق ويشمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يأتي الذكر. الذكر هو أيسر العبادات. لما؟ لأن الإنسان يذكر الله ويعبد الله على حاله، لا يحتاج إلى وضوء، لا يحتاج إلى طهارة، لا يحتاج إلى هيئة معينة، بل يذكر الله على كل حال، مصداقاً لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، هذه المقدمات اللطيفة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، خاتم النبيين وإمام المرسلين. الذكر أيسر العبادات، لذلك قال ربنا في أي القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. أحسن الذكر هو الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان حينما يذكر الإنسان ربه بالتسبيح بالاستغفار بأي نوع من أنواع الذكر مع حضور القلب. القلب حاضر واللسان ناطق، هذا أرقى أنواع الذكر. والذكر أنواع، هناك ثلاثة أنواع: الأول ذكر الأسماء والصفات، الثاني ذكر النعماء والآلاء، الثالث ذكر الأوامر والنواهي. الذكر الأول ذكر الأسماء والصفات، أن نذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن كل اسم من أسماء الله يحمل في ذاته صفة. قولنا القيوم هذا من أسماء الله. المراد بذلك إذا تدبرنا أننا نحن معاشر البشر بل جميع الكائنات لا نقوم إلا بمقومات، هذه المقومات من الله، نحتاج إلى هواء، نحتاج إلى ماء، نحتاج إلى غذاء، نحتاج إلى دواء، نحتاج إلى كساء، نحتاج إلى إيواء، كل ذلك وغير ذلك من الله، هي مقومات الحياة. لا نقوم بأنفسنا بل نحتاج إلى الله جل جلاله. أما الله فهو قيوم، أي يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. وقول يا نحن أحياء يوم نحسب من الأموات، كما كان غيرنا أحياء كانوا يملؤون هذه الدنيا ثم انتقلوا إلى دار القرار، ومصيرنا كذلك وهو مصير محتوم، ولكن حياتنا مؤقتة. قولنا أن فلان حي نعم، ولكن حياته مؤقتة سوف تنتهي بالموت.
ولكن ربنا جل جلاله هو الحي القيوم، فحياته أبدية، فحياته أبدية، كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. هذا ربنا جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى. وهذا النوع هو النوع الأول من أنواع الذكر، والنوع الثاني هو ذكر النعماء والآلاء. المراد بذلك أن نحسن استقبال النعم، حينما تأتينا نعمة نشكر الله، وشكرنا لله ذكر، والشكر يديم النعم ويزيل النقم. وربنا قال: وقليل من عبادي الشكور، من أجل إيقاظ ضمائر الغافلين قال: وقليل من عبادي الشكور. وفي المقابل قال: وسيجزي الله الشاكرين. وأهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم، حينما يدخلون الجنة فيستقبلون من الملائكة فيقولون هذا الكلام: الحمد لله الذي صدقنا وعده. بعدما استمعوا إلى حسن الاستقبال، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نأخذ كلمة سلام، وردت في هذه الآية، في هذه الآية من سورة إبراهيم، هذه نجدها في سورة الرعد الآية 24: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهنا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ماذا يقول أهل الجنة؟ ما ألفوه في دار الدنيا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون، والتسبيح ذكر، يسبحون بحمد ربهم، إلى أن يقول: وقالوا الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون. وآخر كلمة يقولها هؤلاء الملائكة: الحمد لله رب العالمين. إذن نذكر الله من خلال ذكر النعماء والآلاء، ونعم الله لا نحصيها عددا، لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنوع الثالث والأخير هو ذكر الأوامر والنواهي. المسلم الذكي هو الذي يحسن التعامل مع الأوامر والنواهي، فالله في وحيه والرسول في سنته يأمرنا وينهانا، هناك أوامر ونواهي، فإذا استجبنا للأوامر وانتهينا عما نهانا الله عنه حيث يجدنا حيث أمرنا ويفتقدنا حيث نهانا، وبذلك حققنا نوعا مهما من أنواع الذكر. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فتأتي السنة النبوية وتعلمنا ألوانا من الذكر والتسبيح، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك ذكرا كثيرا، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الحامدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك،
اللهم انصر إخوانا المجاهدين في غزة وفي فلسطين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. استووا واستقيموا وارحمكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.